ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة انا هوريكم ازاي تجيبوا فلوس مجانية تماما لماينكرافت. اول حاجة على البرنامج ده انا داخل عليه، هندوس على الكلمة الخضرة دي، هندوس اسم المستخدم. انا اسمي مثلا مايكل، مثلا تمام، نكتب الاسم، بعديها ندوس على تابع الى الخطوة التانية، ندوس عليها، نختار كام، مثلا نختار 10,000، 20,000، 30,000، 40,000، 50,000. انا صراحة نختار 20,000. ندوس قم بتأكيد الاعدادات، هيقعد يكتب لنا في الاخر. يقعد يعمل كده، بعديها يقول اكتب حرف، تدوسوا على انتر كوماند، تكتبوا حرف واي او ان. انا اختار ان، واي او ان بس. بعديها تجيبوا تاني واي او ان، اختار واي. هيقعد يكتب كلام كده، قرب يخلص. ال20,000 اللي انا اخترتها، بصوا ثانية بس، لما يكتب لكم واي او ان تختاروا، تدوسوا على هنا وتجيبوا، تدوسوا واي او ان، وبعديها تدوسوا على هنا، ما تدوسوش على تم لانها مش هتنفع، تدوسوا على دي. فهمتوا؟ دي واي او ان تاني، لو دوست دي ما ينفعش، لازم واي. هيقول لك كده تابع الحاجات دي، دوس ارسال رسالة قصيرة الان لتنزيل افضل بس فيديو، ادخل رقم هاتفك لفتح المعرض، احصل على جميع النصائح السرية. ليه جايز؟ قم بتنزيل كل المحتويات الجديدة الرائجة وافضلها. تيجي نشوف كده، لازم تعملوا العملية دي، الحاجة دي، والا مش هجيلكم الفلوس. اول حاجه هتدخلوا رقم تليفونكم، بعديها تشتركوا، وبعديها بقى هيتجي لكم الفلوس لما هيحتاجوا منكم رقم التليفون والرقم السري والحاجات الباقيه بقى ولسه. وده مقطعنا بشكل كامل، يا ريت اكون فدتكم، يا رب اكون فدتكم، ويا ريت تعملوا لي لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد مني، ويا رب اكون فدتكم، ولو فدتكم اكتبوا لي تحت في التعليقات علشان افرح، يعني ما احسش ان انا ماليش فايده يعني معاكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب، ويلا سلام.